لقيت بان التجاره في البشر بدات عندها هي في الدار بعدا، هي الاولى كانت كتشاجر بها، وملي بنتي ما بقاتش قبلات الوقت اللي شدينا لقينا عنده محفظه في ظهره، ديك المحفظه فيها حوايج ديال بنتي اللي هما ملي غادي تسالي هو عطاها في ديك اللحظه، عطاها لواحد الشخص كتمارس مع الجنس، والوقت اللي غتسالي غيلبس هذوك الحوايج باش يدخلها زعما قدام الدرب ديالهم، وبحال حتى حاجه ما كاين، راه ماشي داها لشي بلاصه اللي حصن بها اولا يعني احتفظ على مرته، ولا ردها لدار ديال الزوافريه وداها للبيران ولا كيتاجر بها، يعني كتمارس الجنس مع اي واحد عطاها ليه كتمارس معاه، والدريه كي يعني ماشي بالوعي ديالها تيخضرها. هو غير شافنا تواصلنا مع البوليس ملي ديزين جبد موس ضرب راجلي اللي يديه وهرب، تبعوه البوليس ما عرفش فين طلع ليهم، قال ليه انا ما دير والو انا السيد عيط ليا باش نجيب ليه مرتو، راه الراجل اللي عطاها ليا بالحضور ديال الاعمام ديالو ومرت عمو، حدهم بداو تيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، ما كيدخل عند حتى واحد البيت كتغوط راسها كتبدا تهضر مع راسها، كتبدا اي حاجه قلتيها لها ما كتقبلهاش، لدرجه الا كانت ناعسه ما خصنيش نفيقها، لان الا فيقتها كتبدا تغوت. هذيك الوقيته اللي كتبقى بوحدها الدريه راه كيخضروها وكيجيبوا لها وحدين اخرين اللي كيتخلصها، حيت هذاك الشخص مدمن على الغبره، ماشي كرفسها واحد ولا جوج ولا ثلاثه، راه الالوفات اللي كرفسوها من بار لبار من دار لدار. قالت لك ماما انا حاجه وحده اللي كنعقل عليها هو المبارد اللي تيكبوا عليا، يعني كيمارس هذا الشيء ما مسوقش يعني لا للقانون ولا للعداله. با ضابط ممتاز في الدار البيضاء باقي خدام؟ لا دابا هاد العام تقاعد. متابعينا الاشواق تيفي كنحييكم مره اخرى دائما في تتبعنا الملفات وقضايا انسانيه. اتصلت بنا هاد السيده هادي عندها واحد المشكل، مشكل ماشي ديالها كشخص انما ديال الابنه ديالها، البنت ديالها اللي مرت من واحد 3 سنوات اللي نقدروا نقولوا لها يعني بين قوسين سنوات العذاب، هاد السنوات اللي تكرفست فيهم، اللي القصه ديالها بحال جميع القصه ديال بزاف ديال البنات اللي كان اغتصاب جا من بعد من زواج مع شخص غلط. ما غاديش نعطيكم الحيتيات ديال القصه اكثر، حسن ما نسمعوها من الام ديالها، الام ديالها اللي ما بغاتش انها تبين وجهها، وهذا الشيء راجع يعني لظروفها شخصيه وحنا غادي نحترموها، ولكن بغات توصل الصوت ديالها للمسؤولين وكذلك الحقوقيين والجمعيات باش يوقفوا معها، وكذلك بغات الحق ديال بنتها. لالا غنبغيو تعاودي لنا من الاول، يعني ملي كانت الابنه ديالك اللي عندها 17 عام اللي وقع لها المشكل. السلام عليكم، اليوم جيت نشارك مشكلتي مع الناس كامله. مشكلتي اليوم هي بنتي اللي تعرضت لواحد العمليه ديال الاغتصاب. ملي تعرضت لهاد الاغتصاب جاو عندي الاهل ديالو وبغاو يصلحوا هاد الخطا. اسمحي لي باش يعني نتعمقوا اكثر في هاد الاغتصاب هذا، يعني واش كان بالعنف ولا كانت هي يعني قبل كتعرف هاد الشاب هذا ولا كانت معاه في علاقه؟ لا خويا بالعنف، جا دخل عليها حتى الدار، الدار اللي هي ديالي ديالنا، جا دق فرقع الباب ودخل على الدريه، يعني اغتصاب صحه. من بعد جاو عائلتو باش يصلحوا هاد الخطا، وافقنا معاهم الراي، قلنا ماشي مشكل الدراري باقيين صغار بجوج نتعاونوا معاهم، وما ربنا يكون هاد الساعه توضح ليا بان هاد الناس بداو كيتملصوا من الدعوه ديال الاغتصاب، داو عندهم المده ديال 21 عام وجروا عليها ما بقاوش باغينا. بقات بنتي عندي المده ديال 6 شهور. شحال المده باش عشت معاهم؟ 21 يوم. 21 يوم وهي معاهم يعني من بعد الزواج؟ من بعد الزواج دوزت ديك 21 يوم، وجراو عليها قالوا لها سيري طلقي راسك. صافي جات عندي بنتي، قلت لها بنتي بركي، درت تسنيت واحد المده ديال 6 شهور، من بعد 6 شهور درت دعوه ديال الاغتصاب. من الوقت اللي سمعوا ديك الدعوه ديال الاغتصاب جاو تاني بغاو يتملصوا من الدعوه، جاو تاني درنا الصلح، دخلت العائله ديالهم صالحنا، داو الدريه عاوتاني داو المده غير ديال واحد 11 يوم 12 يوم بحال هكا اللي داوها، ولاو تيقول لك درينا التنازل على الدعوات اللي رفعتي ديال النفقه وديال الاغتصاب. رفضنا اليوم، الوقت اللي رفضنا اليوم قالت لك الدريه ما عندها ما تبقى دير عندنا، مادام انتي رافعه دعوه وما باغاش تنازلي عليها ما عندها ما دير عندي. قلت لها بنتي عندك دابا انتي حره ديري فيها اللي بغيتي. فعلا
مشات للدار وجرت عليها قالت لها راه مشينا عند ماماك ومبغاوش يكتبوا لينا التنازل. جمعت لها حويجه وخرجاتها للزنقه. الوقت اللي خرجاتها للزنقه شد راجلها وداها لواحد الدار سد عليها مع صحابه. بدات يتهجر بالدريه. اسمحي لي هاد البنت ديالك ملي كتجي الام ديالو تبغي تجري عليها هادشي كيكون بالموافقه ديال داك الشاب اللي هو راجلها. اه ونعرف راه موجدات عليها. اه هي ما بغاتش تخرج للام ديالو قالت لها انا ما نخرجش حتى يجي راجلي. عيطت عليه قالت لي يجي عندي دابا. الام ديالو عيطت عليه. الوقت اللي جا قال لها ما عندي من ندير الدار ديال امي ما نقدرش نخليك تجلسي صح راه هي جرات عليك صافي حتى انا غنمشي معاك. ولكن توضح بان داك السيد راه ماشي دا لشي بلاصه اللي حصن بها اولا يعني احتفظ على مرتو ولا ردها لدار ديال الزوافريه وداها للبيران ولا كيتاجر بها. يعني كتمارس الجنس مع اي واحد عطاها ليه كتمارس معاه والدريه كي يعني ماشي بالوعي ديالها تيخضرها ما كتبقاش عاقل على راسها. هو كيتخلص هو بدا كيتاجر فيها يعني مع الدراري كتمارس الجنس معاهم وهو كيتخلص من عندهم. اه خويا اه كتمارس مع الدراري وهو كيتخلص عليها. هادشي واش البنت اللي حكاتو ليك من بعد يعني هاد المده اللي بقات معاه؟ لا خويا انا شديت بنتي الوقت اللي كانت بنتي مختطفه درت شكايات وتنقلب على بنتي. ولكن واحد الوقيته مشيت للحومه ديالهم وبقيت كنتسنى فيه ما ربنا يجي ما ربنا هادي صافي ما بقاش عندي الصبر على بنتي لدرجه وليت كنعس في الزنقه انا وبا خصنا نلقاو بنتي. حتى لقيت واحد الانسان اللي كتعرفو قلت لها اختي كوني وسيطه بيني وبين فلان باش نعرفو فين كاين نعتق هذيك البنت ونعتقو حتى هو. درت وسيله بان بجوج راه انا غنعتقهم بجوج وهادي قالت لي واخا باش السيده تقدر تعطيني عليهم معلومات. اتصلت به السيده جاوبها حنا كنا كنتصلوا به ما كيجاوبناش. قالت لي السيده انا راه بغيتك جي عندي للدار. قال لها واخا انا راه قريب لك. الوقت اللي غادي يجي لعندها شدينا انا والاب ديالها. الوقت اللي شدينا لقينا عنده محفظه في ظهره. ديك المحفظه فيها حوايج ديال بنتي اللي هما ملي غادي تسالي هو عطاها في ديك اللحظه عطاها لواحد الشخص كتمارس معاه الجنس. والوقت اللي غتسالي غيلبس هذوك الحوايج باش يدخلها زعما قدام الدرب ديالهم وبحال حتى حاجه ما كاين. شي ملي عرفتي انت وملي سمعتيه يعني كيفاش ديك الساعه تصرفي؟ اش نقول لك خويا انا ديك الساعه انا براسي مشيت انا وبنتي ديك الساعه السبيطار لان حسيت صافي عقلي ما بقيتش وليت كنهضر لدرجه كانوا بداو تيعاودوا ليا. قال لك انت غاده في الزنقه وكتهضري مع المشاش في ديك اللحظه اللي غادي نبين وشكون اللي غيديونا عائلته هما اللي داونا صافي. يعني عقلي في ديك اللحظه كان طار. آه الحمد لله ربي لطف كرة. انا دابا راه عندي وليدات اخرين خصني نقابلهم وهي نيت خصني نعتقها ما خصنيش نخليها في هاد الدمار اللي دمر لها حياتها. يعني في هذيك اللحظه انت اللي وقفتوا عليه ولقيتي عنده كيف قلتي الحوايج ديال بنتك شنو النقطه اللي خلاتكم وصلتوا ليها؟ واش هو اللي داكم عندها ولا هو اللي جابها لكم؟ كيفاش وصلتي لبنتك؟ كيفاش وصلت اخويا لبنتي؟ بالطريقه ديال عمامه ومرت عمو حضروا معنا. هو قال لك انا بنتكم ما عنديش سير شوفوا بنتكم فين هي. بداو عمامه ومرت عمو قالوا ليه حشومه شوف الدريه فين كاينه عطاها لوالديها. بقينا واحد الوقيته جبد التليفون واتصل دوز مكالمه حديه كنسمع انا ضرب عمر. هاد الكلمه هي اللي بقيت شاده انا في دماغي. واحد الشويه دازوا البوليس انا خرجت لعند البوليس باش تما يدخلوا معنا على الخط. هو غير شافنا تواصلنا مع البوليس ملي دايزين جبد موس ضرب راجلي اللي يديه وهرب. تبعوه البوليس ما عرفش فين طلع ليهم. ديك الساعه كان شادو وضربو ضربو بموس وهرب. صافي قلت لعمامو غتديوني لضرب عمر. قال لي ضرب عمر ماشي صغير ولا هادي ولا هادي راه ضرب عمر كبير. قلت له نمشي لضرب عمر. المهم من برد نمشي لقيت بنتي هي هذيك ما لقيتهاش والحمد لله بلطف الله والحمد يعني والمجهودات اللي درنا لقينا بنتي. يلا مخرجه واحد السيد ركبها على موطور وغادي. صافي شفناهم قصدنا حنا داك الموتور خرجنا بهم دفعناهم. شديت انا الدريه والاب ديالها شد داك الشخص
قال لي انا ما دير والو، انا السيد عيط لي باش نجيب لي مرتو، راه الراجل اللي عطاه ليا بالحضور ديال الاعمام ديالو ومرت عمو. حدهم بداو تيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي راه شهاده ديال الحق. انا كان بغيتهم يسمعوني فهاد بان راه نتوما عندكم بنات، راه يجي واحد النهار يتمارس عليهم نفس العنف الا كتمتو الشهاده. اليوم دنيا وغدا اخره. صراحه شي حاجه ما كتدخلش العقل ملي كتسمع زوج هز مرته وديها يعني كيديها هاد الرجال، ما كتدخلش، ما كتقبلهاش. ما غيتقبلها حتى شي واحد، حيت انا في داك اللحظه ما تقبلتهاش، ما عمرني شفت انا داك المنظر، راه ما حتى واحد ما غيتقبلها. جبتي ديك الساعه الابنه ديالك للدار، شنو درتو من بعد؟ لا ديت اخويا السبيطار في ديك اللحظه، قلت لك انا براسي صافي عقلي طار، ما بقاش عندي في بلاصتو، وليت كندخل وكنخرج لهم في الهضره. جات عمتو والابنه ديالها هزونا وداونا للسبيطار باش يعتقوني انا بعدا اللي صافي كنت ما غاديش. اكرا انا دابا طيت ولا العلم الله شنو كان يطرى بيا. ديناها ودرنا لها حتى الدري، درنا لها شهاده بان راه هي في ديك اللحظه شديناها مدروقيه، كان عاطيها اش ما عرفتش واش القرقوبي واش الغبره واش هادي واش الله اعلم. المهم الدري معقلاش على راسها، حتى اللبس اللي كان ملبسها واحد الحاله ما نقولش لك، يعني الدريه كيفاش خداها وكيفاش رجعها، راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه حتى واحد ما يصبر على هذا المنظر، راه كون شي واحد راه غيقتل غيدير بزاف د الحوايج. حنا ما بغيناش ندخلوا الاجرام، ما بغيناش بزاف، بغينا حقنا يتخاد بالقانون. هادشي اللي بغينا حنا، كنطالبوا لا من مسؤولين ولا من اي واحد كيسمعني دابا. انا كنتوسل وكن ما اش نقول لك، بغيتي الحق ديالك والحق ديال بنتك. كنتوسل لاي واحد يضامن معايا باش ناخذ حق ديال هذيك البنت، لان دمرها. وما غنقولش لكم بنتي راه خايبه اولا هادي ولا كان فيها شي حاجه، بنتي راه من صغرى متبع على قرايتها، احسن قرايه احسن نقطه كتجيب سيزيام، وصلت الباك دمرها. حاليا البنت ديال كيفاش دايره الحاله ديالها؟ حاله بنتي دابا حاله ما كيدخل عندها حتى واحد البيت، كتغوط راسها، كتبدا تهضر مع راسها، كتبدا اي حاجه قلتيها لها ما كتقبلهاش، لدرجه الا كانت ناعسه ما خصنيش نفيقها، لان الا فيقتها كتبدا تغوت ما كتعرفش راسها في ديك اللحظه هي واش ناعسه ولا هادي، يعني باقي داكشي عندها هي. واخا هي في دارهم راه عذبه ليا دابا، راه كتحلم ولا ما نعرف، يعني خاصنا ما نتعاملوا معاها بشي باش تنسى الدري، ولكن الدري بقى حالتها النفسيه راه هي اللي مخلياني انا خرجت الاعلام وخرجت بزاف د الحوايج على اساس باش ناخذ حق ديك الدريه، لان ديك الدريه كتشوف حتى واحد ما نصفها، حتى واحد ما موقف معاها حتى شي حاجه. وعندي الادله اللي كتثبت هذا الشيء كامل اللي كنقول، عندي عليه ادله كلها، يعني من وثائق من تسجيلات من اي حاجه، اي حاجه طلبوها مني عندي اثبات عليها. بالنسبه يعني هادشي كاع كامل وقع، شنو من بعد العائله ديالو ولا الدري اتصلتوا بيه هضرتوا مع العائله ديالو باش تحكي لهم هادشي اللي وقع، شنو كانت رده الفعل ديالهم ولا واش هما تواصلوا معاكم؟ لا خويا ما تواصلنا معاهم، ما تواصلوا معايا، لانهم ما عرفوا ولدهم اشنو دير، وعرفوا هاد المسائل باننا لان عمامو راه ما يمكنش غيكذبوا على باه ولا على امه، لان داز مكالمه ديك الساعه العمام مع الاب ديالو ديك الساعه في ديك اللحظه انا كنسمع، قالوا لي راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي كيدير ولدك راه حنا ما عندناش في العائله، اللي ولدك وصل البنت الناس. وكانوا كيدخلوا عائله با، كانوا كيدخلوا بان كيتوسلوا لامو باش تعيط لولدهم وتقول ليه دي ديك بنت الناس لوالديها، كتقول لهم لا شغلوا هذاك، شغلوا هذاك مرتو حر فيها. علاش ملي توضح لي وجبت بنتي عندي وفهمت منها لقيت بان التجاره في البشر بدات عندها هي في الدار بعدا، هي الاولى كانت كتشاجر بها، وملي بنتي ما بقاتش قبلات ما بقاتش بغاتها، قالت لها غتمشي في حالاتك ولا باغا غير داك التنازل ديال الدعوه ديال الاغتصاب، والدريه قبلات راه غتبقى تشاجر بها، ما بغاتش راه غتجري عليها. داكشي اللي وقع، ما بغات دير لا ما بغات تسيني تنازل، ما بقات قابله لا هي داكشي، حيت قالت لك ماما انا تنفيق الصباح تلقى راسي في واحد الحاله ما كايناش، وهو ما تيباتش معاها اصلا في البيت، ما كتشوفوش قالت لك حتى الصباح،
وهاد الهضره اللي تنقول عندي اوديو ديال خالتو كتوثق هذا الشيء، كتهضر مع انسان اخرى وكتوثق لها بان داك الانسان راه ما تعيشش معاه في البيت، راه كتبقى بوحدها. مع ديك الوقيته اللي كتبقى بوحدها الدريه راه كيخضروها وكيجيبوا لها وحدين اخرين اللي كيتخلصها، حيت هذاك الشخص مدمن على الغبره. يعني تمو قالت لك ما بقاش عندي باش غنشري لي المخدرات، دارت ليه بنتي وسيله باش يبقى يشري المخدرات. وهاد الهضره ديال المخدرات انا كنأكدها، لان نهار شدوه البوليس راه لقاو عنده الكوكايين ولقاو عنده القرقوبي في جيبه. هو يعني سبق يتشد؟ لا ما تشد على على قبل بنتي في التجاره في البشر تشد، الحمد لله قلنا تشد غياخذ العقوبه اللي كيستاهل، حتى ديك الدريه غيبرد لها قلبها، لان ما ماشي كرفسها واحد ولا جوج ولا ثلاثه، راه الالوفات اللي كرفسوها من بار لبار من دار لدار. قالت لك ماما انا حاجه وحده اللي كنعقل عليها هو المبارد اللي تيكبوا عليا، كنحل عينيا شويه. هذه فقط هذه اللي باقا كتنطقها يوميا ديال المبارد كيكبوا عليا، شي حاجه اخرى ما عقلاش. يعني كانت كتخدر كيخدرها ملي يعني كانوا كيمارسوا لها رجال اخرين؟ اخويا ملي كانت كيعطوها للرجال الاخرين كانوا كيخدروها. قلتي هو فيه تشد على التجاره البشر على قبل بنتك، بشحال تحكم ديك الساعه؟ ما تحكمش اخويا، ما تحكمش، تشد المده ديال 8 شهور. ديك 8 شهور قال لك باقي في التحقيق، فاش كنسولو على الملف قال لك باقي عند قضيه التحقيق، يوميا كل سيمانه كل هذه كنسولو باقي عند قضيه التحقيق، حتى كنتفاجئوا بان السيد خرج. نتوما كانوا عندك وسائل اثبات؟ عندي وسائل اثبات، اي حاجه كنت كنخبر بها المحامي، اي حاجه حصلت عليها كنقول ليه عندي وعندي وعندي وعندي، راه هادشي راه غادي ينفعني. ولكن شفت تقرير ديال قضيه التحقيق راه كتب ان كاين عدم المتابعه على اساس بان ما كاينش دلائل. حقا انا ماشي ضد القضاء ولا ضد سميتو، ما كايناش وسائل اللي كتشبت راه ما تابتش عليه، ولكن انا دابا كنطلب من القضاء يشوف الاثباتات اللي عندي، يشوف الحقيقه اللي عندي، يتصنت الاوديوات ديال مو اللي كتقول لك انا غنخرج ولدي يا بغاويه بزز يا بغاويه بالخاطر. انا بغيت نعرف بمو واش خرجاتو بزز ولا بالخاطر. انا كنتوسل لاي مسؤول كيسمعني دابا، شوفوا الحقيقه اللي عندي، شوفوا الدلائل اللي عندي. هذيك البنت راه ضاعت، ولا ما نصفتوهاش راه غتزيد تضيع. سؤال كتحكي يعني على مو ولا على الاب ديالي كيقول لك يعني هنا نخرجوا ولدنا كيفاش ما كان، يعني واش هاد الدري ولد الفلوس باش يعني ولد الفلوس باش داصار، شنو الحاجه اللي مخلياه يعني كيمارس هاد الشيء وما مسوقش يعني لا القانون ولا العداله؟ باه ضابط ممتاز في الدار البيضاء باقي خدام؟ لا دابا هاد العام تقاعد، وزائد مو كتضامن معاه مع الضحايا، كيغتصب ومو كتستر وكتاخذ دوك الضحايا كتستغل لهم الحوايج اخرين. وحاليا عندي جوج ضحايا مستغلين عندهم دابا في الدار، واللي هما كانوا وسيله باش يدمروا لي بنتي مره اخرى على اساس باش ياخذهم يخرج من الحبس ويخرج. راه عندهم مغتصبهم ودابا راه كي يعني هادشي اللي كتقولي خطير. واش عندك علي ادله؟ انا عندهم جوج في الدار. لا عندي ادله. هاد السيده اللي دابا اللي ثاني متستر عليها مغتصبها وهي مستر عليها ومستغلها بزاف د الحوايج، عندي ادله، عندي كل شيء. انا كنطلب من القضاء يتصنت، لان بنتي ضاعت وبنات اخرين سيرين تيضيعوا، لان ماشي بنتي، راه هي موافقه لي على هاد الشيء كامل، زائد الفشوش زائد ساره زائد هادي زائد باقا ضابط ممتاز. يعني راه ما يمكنش يبقاو يتعداو على بنات الشعب بهذه الطريقه. شنو الرساله ديالك ولا شنو المطلب ديالك حاليا لا من العداله ولا كذلك من جمعيه ديال المجتمع المدني باش يوقفوا معاك في هذا الملف ديالك؟ يوقفوا مع بنتي اللي هي كانت دابا ضحيه وكتشوف راسها بزاف د الحوايج دمرت فيهم وكانت باغا تكون مستقبلها. انا كنطلب من العداله من القضاء من المسؤولين من اي واحد يتصنت لهذا الفيديو اللي انا اللي كنوجه دابا، كنوجه النداء وكنوجه النداء حتى للمغاربه باش ما يقولوش هذيك راه بنت كذا كذا ولا شي حاجه، هذيك راه بنت الناس. ولو راه البنات راه تيطيحوا في الخطا، ولكن ما تبقاوش حتى نتوما تقولوا شي حوايج اللي تخليو
تحقدوهم على بزاف الحويج، حشومه وعيب، عيب كاع. انا كنطلب من المغاربه وكنطلب من المسؤولين وكنطلب مع من اي واحد يضامن مع هاد البنت ويتخاد لها حقها. انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغى داك السيد يطبق عليه القانون وياخذ داكشي اللي كيستاهل، يعني داكشي اللي كيستاهل، اغتصاب، تجار في البشر، مخدرات، ادمان، بزاف د الحوايج، عاد زائد تهديد. راه شي حوايج انا عندي ادله كتثبت التهديد. جاو دخلوا علينا حتى للدار، ومني تشدوه قال لك راه فلان راجلها ومو هما اللي مخلصين لنا باش غنجيو عند بنتك. وراه هذا راه دليل، راه هذوك اللي دخلوا علينا راه هما شاهدين بفمهم. علاش ما يتخادش دليل على هذه القضيه؟ عندي دليل وبمحضر ديال البوليس. الوقت اللي تشد هذاك الانسان عندي في قلب الدار قال لهم راجلها اللي مصيفطني، هذا راه دليل. يعني معينه ديال البوليس راه كافيه، ما نعطيكم انا ادله اخرين. نتمنوا يعني حاليا ان شاء الله توصلي وتاخذي الحق ديال بنتك ان شاء الله. متابعينا، كانت هذه القصه ديال هذه السيده وكذلك الملف ديالها. كنتمنوا ان العداله تاخذ المجرى ديالها، يعني وما يغرناش ان انسان يكون ولد فشوش او ابن ضابط يعني ممتاز في الدار البيضاء، انما اللي كيهمنا هو القانون يتطبق على الجميع، لا على الغني ولا كذلك على الفقير. لان لا هذه الام لا العائله ديال هذه البنت هذه راهم غير ضحايا، وما يمكنش اننا نسكتوا على الحق ديالهم. حنا ان شاء الله غادي نبقاو واقفين معهم في هذا الملف حتى توصل يعني الحق ديال بنتها، لانها ضاعت فيه والصمت كذلك ديال بزاف ديال الناس اللي عارفين الحقيقه ديال هذا الملف هذا وما بغاوش يجهروا به، وكذلك ما بغاش يوصلوه للراي العام. كنتمنوا ان شاء الله انها تلقى اللي يوقف معها وتوصل الحق ديال بنتها، وحنا على وعد امامكم كذلك امامها. انا ان شاء الله غادي نبقاو واقفين معها في هذا الملف حتى توصل كيف قلت كيسبق وقلت الحق ديال بنتها. كان معكم حمزة مندوب خلف كاميرا عز الدين السطوري، لنا الصورة ولكم التعليق. تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.